السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام، معكم أونيزوكا من قناة أوهاي أوتاكوديس. اليوم في انطباع الحلقة رقم 96 من أنمي دراغون بول سوبر، حلقة جميلة ومحمسة، وأخيرا سوف تبدأ الأحداث الحماسية والرائعة الخاصة ببطولة القوة. إذا إن كنت جديد على القناة فلا تنسى الضغط على زر الاشتراك، وإن كنت من محبي دراغون بول فاضغط زر اللايك، ولا تنسى نشر الفيديو مع أصدقائك، وهيا بنا لنكتشف أهم مجريات هذه الحلقة. إذا تبدأ الحلقة بلقاء الكاهن الأعظم بالكايوشينز والملائكة الخاصة بباقي الأكوان، وأقول الملائكة بين قوسين بطبيعة الحال، فأنا أسرد فقط أحداث الأنمي. إذا حيث يتحدثون عن قضية الأرضية التي صنعها الكاهن الأعظم، ويبدون قلقون من عدم يعني قدرتها على استيعاب القدرة القتالية لبطولة القوة، فلذا يقوم الكاهن الأعظم بوضع تحدي ويخبرهم يمكنكم التدرب عليها ولمقاتلة بعضكم البعض حتى تختبرون المواقع الضعيفة الخاصة بالأضرار. وكما رأينا يعني نشبت هنالك قتالات عنيفة جدا بين هؤلاء وتضررت الحلبة بشكل كبير، وشكرهم الكاهن الأعظم لأنهم أروا بعض نقاط الضعف الخاصة بالحلبة، لكن الأمر المضحك هو أنه أخبره بأنه مشغول في خدمة زينوساما، لذا هم من سوف يقومون بترميم هذه الأخيرة. إذا يظهر فيجيتا الذي يصطدم بفريزا، ونعرف كمية الكره الذي يشنها فريزا تجاه فيجيتا، وهنا بيكولو الذي يهدئ الأمور، والكايوشين الخاص بالكون السابع الذي يلقي خطة القتال حيث يخبرهم بأن دائما يقاتلوا اثنين او ثلاثة مجتمعين. يتدخل فيجيتا بشأن انهم عرق محارب وعرق الصياجين ولا يهم العدد ويهم فقط الفوز، لكن لدينا بيروس في لقطة مضحكة والذي خائف من ان يتم محوه، يعني يخبرهم سواء كان عادل او لا، فخور او لا، عرق محارب او لا، كل ما اريده هو الفوز واجتناب محو الكون السابع، لكم القابلية في استعمال كل الطرق من اجل الفوز. اذا ويس يتعمد فعل شيء مضحك، وهو انه حتى ينقلهم الى مكان بطولة القوة يجب ان يقبضوا في ايديهم جميعا، وهذا غير ضروري لانه بعد وصولهم تكلم مع بيروس واخبره بان ذلك كان من اجل انشاء روح الفريق. اذا ينتقلون هؤلاء الى الكون او الى مكان انشاء بطولة القوة كما ترون على الشاشة، ويحاول جوكو الطيران، لكن ويس يشرح الامر بان هذا المكان يعني متحكم فيه ولا يسمح بتقنيات الطيران، وجوكو لمح بعض الناس يطيرون واخبره بان هؤلاء هي قدرتهم الخاصة، يعني مثل الطيور الموجودة على الكرة الارضية قدرتهم الخاصة انهم ولدوا باجنحة فهؤلاء يمكنهم الطيران، لكن شخص مثلك انت من تعلم تقنية الطيران فلا يمكن استعمالها هنا، وحتى يعني حتى نسبة الجاذبية سوف تطبق على كل شخص على حسب الكوكب الذي أتى منه، وليس كوكب الأرض، لكن يتحدثون عن كوكب الصياج، لأنه قال الكوكب الذي أصلك منه وليس الكوكب الذي تعيش منه، أي أن فريزا سوف تطبق عليه جاذبية كوكبه الخاص فيما مضى، فيجيتا وجوجو سوف تطبق عليه جاذبية كوكب الأرض أو عفوا الصياجين، لدينا بيكولو سوف تطبق عليه جاذبية كوكب النامك إلى غير ذلك. إذا بعد ذلك يلتقي فيجيتا بنسخته من الكون الثامن على ما أظن، ويبدو هؤلاء على وفاق، حيث يعني من الآن يخططان لشيء غريب. أخبرتكم بأن فريزا سوف يكون حدث هذه البطولة، وأنا أرجح بأن هذه البطولة لن تكتمل على خير بسبب مخططات فريزا. إذا يلتقي الكل بعضهم البعض، هنالك جوكو الذي التقى بالسايجين الموجود من الكون الثامن والذي أحضر معه السايجين الأسطوري كالي، والتي ما زالوا لا يعرفون عنها أي شيء، وكما ترون في صور مظلمة مخططات فريزا الشريرة تبدو على توافق مع نسخته من الكون الثامن. إذا يظهر توبو من الكون السادس مسلح بجيشه، ويبدو جيش قوي صراحة، خصوصا أن جوكو أحس بطاقة كي رهيبة جدا، بل حتى
هنالك شخص حاصره من الوراء ولم يحس حتى بوجوده، وحتى حينما تم الهجوم عليه قرأ، يعني قرأ مسار القذيفة ولم يستطع التحرك، لم يحتاج إلى التحرك لأنه كان يعرف بأنها لن تصيبه. إذا لدينا في صور أخيرة الكون الثامن بقيادة هيتو، الكون السابع بقيادة فيجيتا وغوكو، والكون السادس بقيادة توبو ومقاتلي العدالة. وفي لقطة أخيرة يظهر زينوساما بنسخته المستقبلية الذي يشكر الكل على الحضور ويعلن بداية بطولة القوة. إذا هنا انتهت حلقة اليوم متابعي الكرام. على العموم كانت حلقة جميلة، يعني شرحت لنا كل الديتيلز الخاصة ببطولة القوة، كل ما تبقى هو نشب القتال واصطدام الكبار. لكن قبل ذلك أنا شخصيا أتوقع بأن الكاتب سوف يعيد تسليط الضوء على مشهد خاص بترانكس وغوتن حتى ينهي كل أموره الخاصة بكوكب الأرض، وغالبا ما يتعمد الاستوديو هذا من أجل تحميس المشاهد أكثر وأكثر، لكنه توقع فقط. أما بخصوص بطولة القوة فغالبا سوف تبدأ من الحلقة القادمة، حتى لو تم تسليط الضوء على مشهد ترانكس فسوف تبدأ من الحلقة القادمة، ويبدو بأنها سوف تكون بطولة محمسة وأكثر من رائعة. لكنني ما زلت أتوقع أن فريزا سوف يقوم بشيء غبي وسوف يفسده، وقد يصبح هو شرير هذا الأرك والذي يتمحور حوله الموضوع بأكمله. إذا هنا يتوقف فيديو اليوم متابعي الكرام، أتمنى أن يكون التحليل قد نال إعجابكم. لا تنسوا الضغط على زر لايك، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم. كان معكم أونيزوكا من قناة أوهايو أوتاكوديس، ألقاكم في قادم الحلقات، دمتم سالمين.